المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. بمعزل عن الفائز والخاسر في الانتخابات الرئاسية، الصوت يرتفع في واشنطن. أمريكا هي الخاسر الأكبر، كيف ذلك؟ الترامبية ظاهرة تترسخ في الداخل الأمريكي، ما نهجها؟ وهل تسعى لشطب المنظومة التقليدية والانقلاب عليها؟ الصمت يخيم على حلفاء ترامب في الرياض وأبو ظبي وتل أبيب، لماذا بلعوا ألسنتهم؟ وهل التذلل للرئيس المقبل سبيلهم إلى التكيف؟ هي صورة الانقسام الأكثر وضوحا عن الداخل الأمريكي، تظهر قبيل صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. فبمعزل عن الرابح والخاسر، ترتفع الأصوات في أمريكا بأنها الخاسر الأكبر. هكذا تجمع كبريات الصحف الأمريكية في توصيفها للواقع الذي رافق المشهد الانتخابي. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ وإلى أي حد أسهمت ممارسات دونالد ترامب في توسيع هذا الشرخ؟ فالترامبية باتت ظاهرة راسخة في الولايات المتحدة وتكثر الأسئلة عن نهجها. فهل هو قائم على العنصرية ويسعى للانقلاب على المنظومة التقليدية؟ في الأثناء يبدو أن ارتدادات العملية الانتخابية لن تقتصر على الداخل الأمريكي، مع حالة الصمت التي تخيم على حلفاء ترامب في تل أبيب والرياض وأبو ظبي. لماذا بلعوا ألسنتهم مع تقدم جو بايدن؟ وهل يكون الانبطاح والتذلل أمام الرئيس المقبل هو سبيلهم للتكيف والانسجام مع الموجة الجديدة؟ في مسائية الليلة مشاهدينا، معنا من واشنطن الناشط السياسي دان كوين، ومن عمان الكاتب السياسي الدكتور عامر سبايلة، ومن القاهرة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بورسعيد دكتور جمال زهران. أحييكم ضيوفي جميعا، حياكم الله. شاهدين التظاهرات والمواجهات مع الشرطة تعم مختلف الولايات والمدن الأمريكية، الانقسام في الشارع الأمريكي واضح، والقراءات تكاد تجمع على تلمس بوادر أزمة داخلية بعد صدور نتائج الانتخابات. هذا التقرير لغراسيا بيطار. الانقسام هو العنوان الطاغي على المشهد الأمريكي، انقسام حاد وغير مسبوق من رأس الهرم إلى القاعدة. حرب الأعصاب تطبع مرشحين ومعسكرين يفصل بينهما كل شيء، تماما كما هي التحصينات المقامة لتأمين البيت الأبيض ومحيطه تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو تخريب. هذه التعزيزات الأمنية الضخمة جاءت على إثر تظاهرات طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فوزه في الانتخابات بالرحيل. التظاهرات عمت مختلف الولايات والمدن الأمريكية، حيث جرت الاستعانة في معظمها بالحرس الوطني للتصدي لعنف واسع النطاق، وتخللتها سلسلة توقيفات من قبل الشرطة الأمريكية. نام دونالد ترامب على حرير الفوز فخذلته الأرقام صباحا، يغرد صارخا أوقف الفرز، لكن القطار الرئاسي لابد في النهاية من أن يصل إلى محطة النتائج وما بعدها التي يحاول المراقبون استشرافها. فالحديث هنا عن بوادر أزمة في ظل قلق حقيقي من اندلاع حرب أهلية هي لغاية الآن باردة. صحيح أن الفرز لم يكشف بعد عن هوية الرابح، لكن الخاسر برأي توماس فريدمان في نيويورك تايمز هو أمريكا. ويقول فريدمان إن الولايات المتحدة باتت أمة تعاني من كسور مركبة ومتعددة. الانقسام نفسه، ولكن من وجهة نظر جيريمي بيرتون المدير التنفيذي لمجلس العلاقات المجتمعية اليهودية في بوسطن. ووفق موقع The Times of Israel، قال بيرتون: نحن دولة منقسمة على نحو لا يصدق، وما يخشاه المراقبون هو أنه حتى لو هزم ترامب فإن الأيديولوجية التي يمثلها بات لها جمهورها، وهي قوة باقية. المعركة الانتخابية في أمريكا ستنتهي حتما، لكن البلاد ستكون على موعد مع معارك داخلية عديدة.
سيد دان كوين، أبدأ معك من واشنطن. كثير من العناوين والتصريحات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية على ضوء ما يجري الآن في المعركة الانتخابية. توماس فريدمان في نيويورك تايمز يقول هناك خاسر الليلة الماضية، هذا الخاسر هو أمريكا. نيويورك تايمز نفسها تقول حين يقوم رئيس بتخريب بلده. واشنطن بوست تقول سواء غادر أم بقي ترامب أحدث ضررا لا يمكن نسيانه. فورين بوليسي تقول حتى لو ربح بايدن إنها أمريكا ترامب اليوم. هل هذا يعني أن هناك نوع من شبه اليقين بأن ثمة شرخا أصبح في المجتمع الأمريكي وفي الحياة السياسية الأمريكية سوف يؤسس لأزمة لاحقا؟ صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من الأزمة، لكن توماس فريدمان الذي نعت بأنه الرسول الإمبريالي قدم وصفا مغيرا عن الواقع برأيي. فالانقسام الأساسي بين الحزبين الأمريكيين هو انقسام ثقافي، السياسات ليست مختلفة بين الاثنين، والانقسام الأساسي هو على مستوى الثروات والمجتمع، حيث أن حفنة من النخبة تتمتع بثروة تساوي ثروة شعب رمته. ما دمنا نعيش في نظام كهذا الأزمة ستستمر، هي الأزمة التي لا يريد فريدمان أن يتحدث عنها. صحيح أن ترامب بطرق ما قام بإلحاق الضرر بالبلاد، لكن توماس فريدمان مثلا يتذمر بشأن عدم قدرة الإمبراطورية أن تعمل بحرية، وأن أمريكا قد فقدت من هيبتها في مواجهة الأسرة الدولية. إذن يعبر عن الشكاوى النخبوية تجاه ترامب، لكننا رأينا ترامب يتبع كذلك بعض الإجراءات غير الديمقراطية من خلال إطلاق المزاعم بشأن التزوير الواسع النطاق، لكنه كان مسبب هذا التزوير إن حصل، ولم نشهد على إعلان ناجح. ورأينا كذلك بايدن يقوم ببعض الإجراءات كما الحزب الديمقراطي، الإجراءات غير الديمقراطية أسوة بالوكالات الاستخبارية التي على مر سنوات أربعة. وهذه الجهات قالت لنا أن ترامب هو لعبة بيد بوتين، وأن إيران وروسيا يتدخلان في انتخاباتنا، وقد سمعنا ذلك حتى عشية الانتخابات. سمعنا بخدعة حيث أن FBI عبر الشرطة حاولت أن تطيح بترامب، وهو أمر غير ديمقراطي. إذن الواقع هو أن الحزبين الحاكمين باتا يتصرفان على شاكلة المافيا، وهذا بعيد كل البعد عن الديمقراطية، وهذا نتيجة لارتهانها للنخبة الحاكمة. طيب أخذ رأي دكتور عامر سبايلة. على فكرة بالمناسبة ليس يا توماس فريدمان في نيويورك تايمز أو هذه العناوين فقط، أيضا النخبة المتخصصة بالانتخابات مثل لورانس دوغلاس الأكاديمي المتخصص في الانتخابات الأمريكية مؤلف كتاب هل سيرحل، كذلك يقول أمريكا تبحر إلى قلب العاصفة دون أن تعرف النتائج أو دون معرفة النتائج. دكتور عامر، يعني هو أولا عندما ننظر إلى المشهد الحالي ندرك أن هناك أزمة حقيقية، أزمة تشير إلى أزمة حكم. أولا لأول مرة نصل إلى هذا الوضع المعقد، أولا في اختيار الرئيس الأمريكي، ثانيا تحضر لسيناريوهات متعددة في فكرة رفض هذه النتائج أو التشكيك بها، وهي ظاهرة غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة، ومن ثم الانتقال إلى التجييش والتحشيد في منظر يعني أقرب إلى دول العالم الثالث منه، إلى انتخابات ديمقراطية تقبل فيها الهزيمة وتبارك للمنتصر. وبالتالي يعني هو المشهد بشكل عام منذ وصول ترامب كان واضح أنه كسر للمعايير التقليدية في موضوع العمل السياسي وفي موضوع شكل الرئيس وفي شكل الإدارة. وبالتالي يعني هذا ترامب الذي يمثل اليوم عصر ما بعد الأيديولوجيا، يمثل فكرة جديدة مفرغة من محتوى أيديولوجيا اعتدنا عليه من فكرة اليمين واليسار، وينتقل في فكرة
الانقلاب على الأطر التقليدية في الحكم والأسس والمعايير، والبحث عن فكرة الانتهازية الاقتصادية لتكون عنوان للتحرك حتى في السياسة الدولية. وبالتالي أفقد يعني الولايات المتحدة نوع من أنواع التحالفات الثابتة التي كانت مبنية على سياسات ما بعد الحرب العالمية الثانية، سواء مع حلف الشمال الأوسطي، سواء في الشرق الأوسط إلى آخره، لكنه في المقابل يمثل أيضا واقع جديد يتشكل في العالم. إذن ترامب هو ليس نسخة مقتصرة على الولايات المتحدة، بل هناك نسخ مشابهة بدأت تظهر حتى في دول أعمق ثقافيا وسياسيا مثل الدول الأوروبية أو غرب أوروبا بالذات. وبالتالي هو يمثل حالة وشكل جديد إذا ما أخذناه من منظور الفلسفة السياسية، المتحرر من القواعد، من قواعد الحكم، والباحث عن المصالح بغض النظر، في فكر أقرب إلى فكر الانتهازية واستخدام القوة بغض فكرة النظر. مهمة دكتور عامر أن تقول بأنه دونالد ترامب يعني هناك شبيه له في العالم أو في الدول الديمقراطية على الأقل. هذا النموذج بدأ يظهر في أكثر من دولة برفض الانتخابات أو الطعن فيها أو التمسك بالحكم وبناء الدولة على مقاس الشخص أو باسمه أو آخره. هذا يعني فكرة لافتة فعلا. دكتور جمال أسمع رأيك إذا سمحت. هو طبعا يعني أنا من خلال مراقبتي للأمر من في العام الأخير، على يتبين أنه ترامب يعني وضع الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي في معضلة كبيرة، وهي أنه إما أن يستمر في الحكم وإما أن يحدث كوارث، يعني التهديد بكوارث، التهديد بحرب أهلية. يعني هو الذي يطرح مثل هذه الأفكار، ربما على المستوى العملي ممكن الشعب يتفادى ذلك، ولكن الشعب بيعاقبه بأنه هو نتيجة هذه التهديدات بينصرف عنه. ولذلك عدد كبير جدا، أنا أقرأ مثلا أنه الأول مرة أن يحدث نسبة إقبال عالية بهذا الشكل، يعني تقترب من 70% تصويت، أكثر من 150 مليون. يعني عندما تظهر الأرقام الرسمية النهائية سوف نكتشف أنه الإقبال الشعب الكبير من الشعب الأمريكي كان ضد ترامب في الأساس، لأنه هو في الرئيس غالبا على مدار يعني 100 سنة الأخيرة يمكن الجمهوري لازم يحكم مدتين، لكن ممكن يفوز دكتور جمال ما عدا بوش الكبير الأب، هو اللي حكم مدة واحدة وخرج رغم مكاسبه في حرب الخليج وقتها إلى آخره. لكن ممكن يفوز دكتور جمال، مو ممكن يفوز؟ لا ما أعتقدش. أنا لا أعتقد، أنا خلال شهرين كاملين أراقب الموقف عن كثب، وأنا كتبت عدة مقالات وصلت 10 مقالات. نعم. أتوقع هزيمة ترامب هزيمة ساحقة. طيب تتوقع لأن الديمقراطي أفضل، ولكن لأنه جملة سياساته وخصوصا فشله في إدارة أزمة الكورونا وافتعال معارك غريبة مع الشعب، وافتعال معارك مع الفئات المختلفة مع الشعب، وافتعال أزمة حتى مع الحزب الديمقراطي، هذا سوف يترك انعكاسات ضخمة جدا في انقسام كبير بين الشعب الأمريكي وخلق استقطاب حول ما هو جمهوري وما هو ديمقراطي. لكن لازم نلاحظ كمان انه في انقسام داخل الحزب الجمهوري لدرجه انه هذا الرئيس المتغطرس باستمرار في اسلوبه الهمجي، في خطابه السياسي الهمجي، انه طالب الجمهوريين ان يتوحدوا معه، وهذا يؤكد ان هناك انقساما ربما يكون غير معلن بشكل كافي وكبير للمتابعين والمحللين والمراقبين. ولكن انا من خلال تحليلي مثل هذه الجمله ادرك تماما ان الحزب الجمهوري يعاني من انقسام، على العكس من ذلك الحزب الديمقراطي لا يعاني من هذا الانقسام. وانا اعتقد انه هذا التوحد مع بايدن هو اللي هيوصله للبيت الابيض، وانا كتبت ذلك مبكرا، واخر مقال لي منشور كان بالامس. نعم. امس الاول في جريده البناء في بيروت. يعني طيب سيد دان كوين، فيما يتعلق بالاراء التي نسمعها وعناوين الصحف في الولايات المتحده الامريكيه وسائل الاعلام التي تتحدث عن اضطرابات، والنخبه ايضا في العالم تتحدث عن اضطرابات قد تحدث في الولايات المتحده، عن ازمه قد تكون عميقة في المجتمع الأمريكي ليس فقط على صعيد السياسة أو السياسات،
لكن بالمقابل في انتخابات 2000 حصلت أزمة قد تكون أشد مما نشهدها الآن. تأخرت الانتخابات أكثر من شهر كامل، لكن لم يتحدث أحد وقتها عن السيناريوهات السوداء أو عن أمريكا التي سوف هي كدولة سوف تدفع الثمن. لماذا الحديث مختلف اليوم؟ Well, I think you know, the fact that the election results have been drawn out to such a point where days later we still don't know who won. نظرا لتأخر النتيجة وأننا بعد أيام لا نعرف من فاز، هذا يشكل بحد ذاته إدانة فعلية للديمقراطية الأمريكية، وقد برزت مشاكل بسيطة حتى على مستوى تعداد الأصوات ونشر الكثير من المعلومات الخاطئة والمضللة، وهذا يبين واقع هذه البلاد وحالها حاليا. ما حصل عام 2000 في فلوريدا عندما سرق جورج بوش الابن فعليا الانتخابات من آل غور المرشح الجمهوري أو الديمقراطي، ولم يعترض الديمقراطيون على ذلك. من الصعب أن نتخيل سيناريو مماثل يحدث اليوم، ذلك لأن المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية باتت اليوم مصطفى ضد ترامب وضد محاولاته لإطلاق الكثير من الدعاوى القضائية للطعن في النتائج في بنسلفانيا ويسكونسن وميشيغان على سبيل المثال، وأنه سيواجه فشلا ذريعا. إذا ما نظرنا إلى تركيبة الحزبين نرى من جهة أن الحزب الجمهوري الذي يقوده ترامب قد بات أشبه بحزب جمهوري متطرف، والحزب الديمقراطي جنح نحو اليمين وكثر من الحزب الجمهوري قد انضم إليه، بالتالي الواقع السياسي الأمريكي برمته قد جنح يمينا. وبايدن أظهر كيف أن على مر أشهر الاستطلاعات أظهرت أن بايدن سيفوز فوزا كاسحا وأن ترامب لا يواجه فرصة، ولكن نرى أن النتيجة متضاربة. بايدن ربما بالغ في ثقته ولكن الاستطلاعات كانت خاطئة مرة أخرى، كما أن الحزبين السياسيين الحزب الديمقراطي والجمهوري يبدوان منقطعان عن الحاجات الفعلية للطبقة العاملة في هذه البلاد، والحزب الديمقراطي يتمتع برسالة غير متسقة. نعرف ما هي رسالة الحزب الجمهوري، لكن الديمقراطيون يجب أن يدعوا أنهم يهتمون لأمر الطبقة العاملة. هنا لدي سؤال لسيد دان كوين. دونالد ترامب سوف يمضي قدما في مطالباته وتحديه للنتائج ولطريقة التصويت، بمعنى أنه قادر على أن يخوض هذه المعركة حتى النهاية، أم أنه في نهاية المطاف سيقال له استوب، توقف، يعني لا تستطيع أن تكمل بهذه الطريقة، في نهاية المطاف هناك قوانين وفي دستور يحكم البلاد. أي من السيناريوهات ترجح؟ هل سيكون مطلق العنان دونالد ترامب في افتعال هذه الأزمة؟ لا أعتقد أن دونالد ترامب سينجح في هذه الدعاوى القضائية بالنسبة إلى الانتخابات والطعن في نتائجها، ذلك لأنني كما ذكرت المؤسسة العميقة تقف في مواجهة ترامب، أتحدث عن الاستخبارات وكذلك الجانب الأكثر نفوذا لحكومتنا. إلا إذا فاز في الانتخابات مباشرة تكون المسألة قد حسمت، لكن ما خلى ذلك لا أعتقد أنه قد ينجح بأي مساع قانونية. طيب دكتور عامر، في رأي آخر أيضا من ضمن الآراء التي تطرح حول هذه الأزمة مثير للاهتمام، هذا الرأي لجو لوكهارت في مقال في CNN في 1 تشرين/1 أكتوبر، يقول في هذا المقال بأنه دونالد ترامب رجل صفقات
سوف يلجأ لصفقة رابحة وهي الحرية مقابل السلام، أي استعداده للتخلي عن السلطة مقابل حصوله على تعهدات بإسقاط كل الدعاوى القضائية ضده وإصدار عفو رئاسي شامل عن تعهداته مع المصارف الكبرى، عدم ملاحقة أي من أفراد عائلته إلى آخره، بمعنى أنه قد يتخلى عن السلطة ويقر بالانتخابات لكن بشروط صفقة. هل ترجح مثل هذا السيناريو؟ يعني أولا دعنا نتفق أن دونالد ترامب هو قد يكون الرئيس أو السياسي الوحيد على وجه الأرض الذي تحول إلى حالة من العداء المفتوح مع ما يسمى الإعلام أو لوبي الإعلام، يعني وكان واضح منذ البداية ووصوله أنه حتى أنت تعلم يعني اتهمه بفكرة الإعلام الكاذب بما في CNN، حتى كان يتعمد أن يقول ذلك وأن يشير له حتى في المؤتمرات الصحفية، ويملك من الجرأة أن يقول بطريقة غير دبلوماسية وفضة، وهذا ما كان جديد أيضا على فكرة حتى الرئيس الأمريكي. نعلم دور اللوبي الإعلامي وأهميته بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للسياسة الأمريكية، لكن ترامب منذ اليوم الأول كان واضح أنه يدخل إلى البيت الأبيض وفي حالة عداء مع ما يسمى لوبي الإعلام. لهذا أعتقد أن هذا اللوبي في النهاية استمر في تشويه صورة دونالد ترامب حتى اليوم، يعني هو ليس دفاعا عنه بغض النظر، نحن نعرف أنه لا يمت بصلة إلى عالم السياسة، يمت إلى عالم الأعمال، وبالتالي هو متورط في كثير من الملفات يمكن أن نتحدث عنها طوال هذه الحلقة. لكن الفكرة الأساسية أن الحديث حتى أن دونالد ترامب قادر أن يقوض النظام في أمريكا، وهي فكرة أعتقد أنها فكرة سريالية يعني مرتبطة في فكرة تشويه صورته بأنه قادر أن يقسم أمريكا وأن يخلق حرب أهلية، وبالتالي مضطرين لعمل صفقة أقرب إلى فكرة قبول فساد أو غض النظر عن فساد حتى يخرج من البيت الأبيض. أنا أعتقد أن هذه مبالغة كبيرة وهي جزء من السياسة التي تمت، يعني وحتى أن جو بايدن يعني في الأمس استخدم مصطلح نوعا ما غريب لكنه يشير أنه كان جزء هذا الإعلام كان جزء من هذه العملية، أنه قال أننا سنقبل الجميع وسنكون مع الجميع ولن نعادي الديمقراطية الجمهوريين، وبالتالي هو يشير أنه في النهاية كان هناك عداء ممنهج بالنسبة لترامب، أي أن الإعلام لم يكن حقيقة وهو جزء من اللعبة السياسية، وثمن سيدفع ترامب بسبب سياسته التي استهدفت في المقام الأول فكرة العداء المباشر مع الإعلام. لهذا لا أعتقد بأن هذه الفكرة هي فكرة حقيقية أو أنها ممكن أن تتم، يعني يمكن قانونيا أن تغلق كثير من الملفات لكن لا تتم بصفقة، لأن يعني فعليا يستطيع دونالد ترامب أن يهدد استقرار الولايات المتحدة إذا ما رفض نتائج الانتخابات القادمة. في رأي أيضا آخر تسمح لنا نعرضه دكتور عامر وأطرحه على دكتور جمال زهران في القاهرة أيضا حول هذا الموضوع، عدة ورقة بحثية مفصلة دكتور جمال صدرت أخيرا عن مجموعة الأزمات الدولية، ترد في هذه الورقة البحثية إشارات واضحة إلى مقومات الاضطرابات، بأن مقومات الاضطراب في الولايات المتحدة أصبحت راسخة، تقول هذه الورقة، حيث وصل الاستقطاب السياسي بين الناخبين أعلى درجاته حتى بات الطرفان يعتبران أن الفوز بالسباق نحو البيت الأبيض تجاوز مسألة الانتخابات إلى كونه مسألة وجودية. أنا أعتقد في سلامة هذا التصور، لأنه الذي يتابع الخطاب السياسي الذي تفوه به ترامب على مدار الأشهر الماضية وعن محاولاته لتأجيل الانتخابات مرة مثلا جعل الانتخابات بالطريقة الإلكترونية من المنازل فقط، كان بيحاول قدر الإمكان أنه يكسب وقت عشان يحسن صورته لدى المواطن الأمريكي، لكنه تصرف تصرفات ضد الديمقراطية، يعني ضد القواعد الراسخة، يعني المرشحون دائما يعني يتباهون باحترامهم للقواعد الديمقراطية، احترامهم لنتيجة الصندوق، احترامهم لإرادة الشعب، لأنه بيدفع القواعد الديمقراطية خطوات إلى الأمام بإظهاره أنه بيحترم هذه القواعد.
لما تشوف ترامب حضرتك في الواقع العملي تجد أنه هو يفقد المواطن ثقته في هذه القواعد، وبالتالي يعني جعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة من دول العالم الثالث. يعني ادعاء على أنه في موتى بيصوتوا، أن في أصوات مزورة، أنه مش تزوير الأبيض، أنه يلجأ إلى دكتور المحكمة جمال العليا. تحدث عن التزوير، يعني رئيس الدولة عن تزوير هو يعتبر يعني يعتبر يعني أكبر مسؤول في الدولة، تحدث يعني عن تزوير رئيس في الانتخابات الأمريكية. هذا يعني غير مسبوق ربما، يعني يشبه رؤساء كثيرون في العالم الثالث كما تصف. العالم الثالث تجد ان المعارضه هي اللي تتهم الرئيس اللي بيحكم بانه هو اللي بيزور، فما بالك اليوم الرئيس اللي بيحكم هو اللي بيقول ده في تزوير في الانتخابات. طبعا هنا بيشوه الصوره، وبيشوه هو هنا من خلال هذا الخطاب السياسي غير المسؤول من ترامب، يعني يقول اما او، يعني إما إن أنا أنجح وإما فالخراب على الجميع وعلى أمريكا وعلى الشعب وما إلى ذلك. ده بيخلي إن هو عايز يخرج من المسألة، إما إذا خسر الانتخابات، وهذا مؤكدا في تقديري، هيكون النتيجة إنه هيبقى فيه حوارات سياسية من تحت الترابيزة لاحتمالات عقد الصفقة كما حضرتك أشرت. أما الاضطرابات الحادثة وفكرة الاستقطاب هو خلقها عبر 4 سنوات، هو معادي للفئوية ومعادي للملونين ومعادي لي في سياساته، ويبني مثلا سور بينه وبين المكسيك، ويعني تصرفاته ولولا القضاء الأمريكي طبعا كان ممكن تحصل تصرفات أكتر، وممكن يحدث حوادث عنف أكتر. ولما جورج فلويد حدثت الحادثة الأخيرة ضد السود، برضو نفس الشيء، تصرفه تصرف غير مسؤول. فهو بيدفع المجتمع الأمريكي للاستنزاف في أو الانزلاق إلى مستنقع الانقسام والاستقطاب الفعلي في الأرض. نعم. ده هيخلق توترات وهيخلق انقسامات عميقة، وممكن يحصل. عشان كده في المقابل بايدن خطابه مسؤول في امام الشعب الامريكي، انه بيسعى لتوحيد الصفوف، انه بيسعى لتفادي فكره الاستقطاب، انه بيقول اعلاء فكره الديمقراطيه، اعلاء فكره إعلاء القانون فكرة والدستور والى اخره، الصندوق عدم اعلانه. حتى امس مثلا متابع خطبه بيقول لك لا، انا الشعب هو الذي يملك اعلان من هو المرشح النهائي، من هو المنتصر، انا لا اعلن حتى لو كانت الارقام في صالحي، لن اعلن ذلك. ده احترام من الديمقراطيين وهذا سجلهم. اما الجمهوريين دايما متغطرسين، عندهم الغطرسه في الحكم، وبيميلوا طيب للعنف، وبيميلوا للحروب، وبيميلوا لدعم المركب. تسمح لي هنا دكتور العسكري وهكذا جمال ان اتوقف مع فاصل قصير ايضا يعني مشاهدينا، وبعدها نكمل في هذا الحوار، لكن سيكون هناك عنوان آخر يتعلق بالانتخابات الأمريكية مرتبط بحلفاء دونالد ترامب في المنطقة العربية الصامتون الآن حيال هذه الانتخابات. الكل يترقب هذه نتيجة هذه الانتخابات. فاصل ثم نعود. مجددا حياكم الله. نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا قالت فيه إن على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القلق من المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن. المجلة أشارت إلى أن ابن سلمان راهن بشدة على انتخاب ترامب عندما قدم ضمنيا الموافقة على قرار نظيره الإماراتي محمد بن زايد توقيع اتفاق سلام مع تل أبيب. لافتة إلى أنه إذا فاز بايدن فإن الموقف السعودي الذي جاء على حساب الإساءة إلى المشاعر الإسلامية على الصعيد العالمي سيجعل ابن سلمان يبدو أكثر عزلة. وقالت إن السعودية وضعت كل بيضها في سلة ترامب وراهنت عليه، مشيرة إلى أن الرياض ستجني عواقب هذا الرهان. وفيما يظهر أنه خيانة إسرائيلية للإدارة الأمريكية، لفت موقع والله الإسرائيلي إلى أن ترامب خاب أمله
من عدم دعم نتنياهو له علنا، مشيرا إلى أن نتنياهو أوعز إلى كل وزراء حزب الليكود بعدم التصريح علانية في الموضوع إلى حين اتضاح النتائج النهائية. ونسجت دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقات استراتيجية مع الرئيس دونالد ترامب، وراهنت على مشروعه السياسي والعسكري والاقتصادي رهان بدأ يتضاءل مع تقدم المرشح جو بايدن. وانعكس صمتا مطبقا في عواصم الخليج وحرجا واضطرابا في إعلامها. كان قادة الدول الخليجية إلى وقت قريب ولا سيما في الرياض وأبو ظبي يأملون بفوز ترامب بولاية ثانية تعطيه الحرية في تنفيذ وعوده لقاء الأموال الطائلة التي منحت له، وبتسليمه زمام قيادة المنطقة لإضعاف إيران من جهة وبناء الحلف الجديد مع إسرائيل. عشية تقدم جو بايدن إلى البيت الأبيض بدأت عواقب دعم وتأييد دول الخليج لترامب تدق أبواب قصور محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. القلق الذي يعكسه ابتعاد كبار وصغار المسؤولين السعوديين والإماراتيين عن الأضواء وتفادي التعليق على المعركة الانتخابية الشرسة، هذا القلق يتحول إلى حالة من الرعب، ولا سيما أن تقارير كثيرة تتحدث عن علاقات فاترة أو ربما جافة بين ولي العهد السعودي بجو بايدن. والأخير كان تعهد في حملة الدعاية الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية والمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي. كل ما نسج بين ترامب وأركانه مع حكام الخليج باستثناء صفقات السلاح يرجح أن يكون على طاولة المراجعة بالنسبة لبايدن، وهو كان الأشرس في انتقاد علاقات ترامب الخارجية. خشية الرياض وأبو ظبي من نوايا بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب على اليمن تتعاظم مع كل رقم يصب في صناديق المرشح الديمقراطي، إلى درجة أن بعض منظري التحالف الذي تقوده السعودية كالأكاديمي الإماراتي والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله يقلل من أهمية وصول بايدن ويصف فوزه بالضعيف والباهت وغير المقنع. وقد عكست وسائل الإعلام في الخليج مزاج التوتر والترقب لدى الحكام. سيد دان كوين في واشنطن، هل بالفعل خسارة دونالد ترامب تعني يتمن لبعض القادة الحلفاء لدونالد ترامب ومنهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ Well, I think for Saudi Arabia, for the United Arab Emirates, for Israel. بالنسبة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كانت ولاية ترامب عهدا حيث يمكنها أن تحصل على كل ما تريده، فكانت تلك فرصة تأتي مرة في التاريخ، ولذلك يفضلون فوز ترامب. لكن أن نقول أن فوز بايدن سيؤدي إلى شرخ ما في العلاقة مع هذه البلدان وأننا سنشهد على انقلاب تام في الصورة هو أمر خاطئ. فعندما بايدن كان نائب رئيس انطلقت الحرب الإماراتية السعودية على اليمن، وهي قد بدأت منذ سنوات، وذلك في ظل إدارة أوباما، وأفضت إلى أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم، ولم نسمع بايدن ينبس ببنت شفحية لهذا الأمر. يمكنه بكل وضوح وبساطة أن ينتقد ترامب حيال ذلك، لكن إن فعل سيكون منافقا. بالتالي التحالف السعودي الأمريكي أقوى من مجرد علاقة شخصية ما بين دونالد ترامب ومحمد بن سلمان، هي علاقة استراتيجية تربط بين الإمبراطورية الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وأي من هذه الأنظمة الاستبدادية في أنحاء المنطقة، خدمة للمصالح الإمبريالية وانقضاضا على القومية العربية. سيد دان كوين أمريكا من المنطقة. جاريد كوشنر صهر الرئيس هو الأب الروحي لبعض القادة العرب، خاصة فيما يتعلق صفقة القرن والعلاقة مع إسرائيل والمليارات وإلى آخره. عند مغادرة جاريد كوشنر قريبا إذا حسمت النتائج حسب ما يبدو حتى هذه اللحظة، هل سيظل هؤلاء الطريق؟ يعني سيبقون بلا أب، بلا قائد، بلا مهندس للسياسات المقبلة؟ هذا سيتحطم كل ما بنى عليه جاريد كوشنر
مشاريعه في صفقة القرن والعلاقة مع إسرائيل والاقتصاد، المشاريع الاقتصادية والاستثمارات وإلى آخره، كل هذا سوف ينهار دفعة واحدة؟ No, I don't think so. I mean, I think, you know, the main thrust throughout the region has been escalating towards a war with Iran. الذي قدمه جارد كوشنر في المنطقة هو دفع نحو حرب مع إيران والسعي إلى القضاء على حزب الله في لبنان وإسقاط الحكومة اللبنانية ولبنان كذلك في هذا السياق إن كان ذلك يرضي إسرائيل. إذن كما قلت الأمر أكبر من مجرد علاقة بين شخصين. كوشنر يمثل مشروعا لكن المشروع كان قائما منذ فترة. بايدن بالطبع أعتقد أنه سيسعى إلى تفادي الحرب مع إيران، لكنه قال كذلك إنه سيعود إلى الاتفاق النووي الإيراني لاستخدام ذلك للتفاوض على أمور جديدة، أي أنه يقوم بذلك ليس من منطلق النوايا الحسنة بل ربما من منطلق كان ليعتمده ترامب. كل هذه السياسات ستتواصل وكانت موجودة حتى قبيل ولاية ترامب مع بعض التعديلات الطفيفة. دكتور عامر سبايل، يعني سمعت لدان كوين عندما أشار إلى حرب اليمن، هذه مسألة مهمة للغاية لأنه عرضنا قبل قليل ما قاله جو بايدن حول حرب اليمن بأنه سينهي الدعم للمملكة السعودية للحملة التي تقودها لسحق الحوثيين المدعومين من إيران، كما قال وأودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى تفشي الأمراض والمجاعات. قال دان كوين بأنه نائب رئيس كان جو بايدن في عهد أوباما عندما اندلعت هذه الحرب، وبالمناسبة أكبر صفقات الأسلحة قدمتها إدارة أوباما وليست إدارة دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية، بمعنى أن هناك نفاق من قبل جو بايدن في مسألة اليمن تحديدا والسعودية. المسألة الأخرى أن المبالغة في الحديث عن كارثة سوف أو حرج أو يعني بمعنى أنه في نوع من الخيبة ستكون في هذه البلدان نتيجة فوز جو بايدن كلام مبالغ فيه. أولا يعني كلام جو بايدن عندما تأخذه في هذا السياق هو للاستهلاك الإعلامي لا أكثر. هناك ثوابت اليوم بالنسبة للأرقام، إذا تحدثنا نعلم تماما يعني في النهاية أنه هذه الإدارة اليوم ماذا تقدم أصلا للتحالف السعودي في حرب إيران، في حرب اليمن ماذا تقدم؟ لا شيء حقيقة، انتهى يعني ما قدم قدم سابقا. الآن هناك رغبة أيضا في إغلاق ملف اليمن، يعني ليس هناك، لا يجلب شيء جديد إذا ما قال أنه يريد أن أنهي ملف اليمن. هناك رغبة سعودية أيضا بإنهاء ملف اليمن. أعتقد أن كل ما قاله كان مبني على نظرية واحدة هي معاداة ترامب. أين يذهب ترامب؟ أنا أريد أن أشير أني أذهب إلى الاتجاه المعاكس، لكن سنصطدم بالواقع يعني في حال وصول بايدن إلى ما يسمى السياسة الواقعية، أن هناك نقاط الآن بعد 4 سنوات وصلت إلى نقطة لا يمكن العودة عنها، وبهذا لا أستطيع أن أقول أنه يستطيع اليوم هو أن ينقلب على فكرة التطبيع أو السلام الذي بدأ أو عجلة التي بدأت تدور، لأنه في النهاية من منظور البيت الأبيض هذه مكاسب سياسية بغض النظر عن شكل وطبيعة هذه الاتفاقيات. ثانيا المكاسب الاقتصادية المترتبة على مثل هذه المشاريع إن كان حملها كوشنر أو يحملها أي شخص قادم. إذا في النهاية هناك مكاسب على الأرض. سوريا لا تستطيع اليوم، ماذا تستطيع أن تفعل أكثر اليوم في سوريا؟ تريد أن تضغط أكثر على تغيير سياسي، هناك يعني متغيرات كبيرة. أنا أعتقد أن تركيا اليوم يمكن أن تكون في هذا في ضغط أكبر على تركيا. عندما تتحدث عن إيران اليوم يعني أين هي نقطة العودة أو التي يمكن أن يعود لها؟ لا نستطيع أن نعود إلى نقطة ما قبل 4 سنوات، ما قبل وصول ترامب أو ما وقف الاتفاق النووي أو فرض العقوبات. حتى إصلاح هذه السياسات يحتاج إلى وقت دكتور عامر، وقت طويل، وسيتعامل في السياسة الواقعية وسنكتشف أنه سيحاول أن يرث وأن يستثمر كل النقاط الإيجابية التي هيئت بالفترة الماضية، سواء على فكرة التغييرات السياسية على الأرض، فكرة السلام الاقتصادي أو ومنتجاته، وعلى فكرة يعني الحفاظ على نوع من أنواع الهدوء في هذه المرحلة، لأنه أيضا نتحدث عن رئيس يعني على الأقل وصل
في 50% او 51%، وبالتالي هناك على الارض وفي مجلس الشيوخ ستكون كثير من المعارضات، وبالتالي يعني من يعتقد ان العلاقه السعوديه الامريكيه مرتبطه بترامب اعتقد انه مخطئ، او الاماراتيه اعتقد انها اعمق بكثير، وانها يعني اليوم النقطه التي وصلت لها تقدم بالنسبه لاي رئيس قادم مكاسب لا مخاسر. اسمح لي هنا. نعم دكتور عامر وان قطعتك، عفوا دكتور جمال زهران، اريد ان اخذ رايك بهذه المساله، وتحديدا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينسب الى دونالد ترامب، ينسب الى دونالد ترامب صعود الامير محمد بن سلمان الى منصب ولي العهد والحاكم التنفيذي الفعلي الان في المملكه العربيه السعوديه. كانت الاداره الامريكيه، اداره ترامب تنتظر من السعوديه ان تاخذ جائزه من ضمن جوائز 4 سنوات التطبيع العلاقه مع اسرائيل، السعوديين تريثوا قليلا. تعتقد بانه هذا التكتيك سعودي سوف يستخدم للتأقلم مع الإدارة الجديدة، بمعنى أن يعطى هذا المكسب لجو بايدن، هذا الإنجاز لجو بايدن، وبالتالي لن يستطيع جو بايدن أن يفعل شيء مع السعودية، بل يعني سوف يعطيها أو سوف تحصل على القدر الذي كانت تحصل عليه من إدارة دونالد ترامب، على اعتبار أن هذا الإنجاز سيقدم هدية للرئيس المنتخب أمريكيا. هل تعتقد أن السعودية استخدمت هذا التكتيك دكتور؟ لا، دعني يا صديقي يعني أختلف مع الطرح من الزميلين العزيزين اللي سبقوني، وأنا يعني دراستي ومتابعتي لنمط سلوك السياسي للجمهوريين ومن تولوا الموقع الرئيس ومن تولوا من الديمقراطيين في درجة ثبات وفي درجة تغير، يعني لا أستطيع أن أقول أنه سوف يحدث انقلاب كبير في السياسات الأمريكية في المنطقة، ولا أستطيع أن أقول أيضا أن هناك استثمار من الديمقراطيين للواقع اللي موجود وبالتالي استمرار السياسات، يعني وبالتالي تمكين هؤلاء الطغاة من الاستمرار في المنطقة بهذه الصورة الفجة يعني. وانه التحالفات اللي موجوده، الخريطه نفسها مستحيل تستمر. ليه بقى؟ لانه مثلا انت بتتكلم عن حاله اليمن. حاله اليمن صمود الحوثيين وصمود وعدم سقوط صنعاء في ايدي السعوديه، وكانوا مسمينها في الاول عاصفه الحزم، وكانوا بيقنعوا الامريكان انه في خلال اسابيع تخلص المساله، لغايه ما جه ترامب فصعد الموضوع فاستمرت 5 سنوات واحنا في العام السادس. فاللي عايز اقوله من هنا انه الواقع الفعلي بيجبر الامريكان على التراجع، زي بالظبط ما حصل بعد حرب العراق. يعني خلينا نتذكر ان بوش الابن دخل العراق وافغانستان وقعد 8 سنين، وكانت النتيجه انه لما جه بعد كده اوباما من الديمقراطي بدا ينسحب من العراق، وبدا لما جه الجمهوري رجع تاني السياسه. ما تقدرش تقول ان انت السياسات هتستمر كما هي في عهد بايدن، ده مستحيل. السياسات هتتغير، ده رغما عن انف بايدن، وبالتالي بايدن لازم يستجيب للواقع في اطار نظريه التحدي والاستجابه. يقدر يستجيب للواقع. في اليمن لازم يحل المساله، في ليبيا لازم يحل المساله، في سوريا في انتصارات كبيره استطاع الجيش السوري والقياده السوريه والشعب السوري بتضامن هذا المثلث ان هو يحرر اغلب من المناطق المحتله، باقي مساحات بسيطه جدا سواء تحت السيطره التركيه ومدعومه برضه من امريكا، سواء في الرقه والشمال الشرقي ولا الى اخره يعني. ففي انتصار سوري على الارض. فانت عندما تتجاهل مثل هذه الوقائع وتقول انه بايدن هيعيد انتاج هذا الواقع وان كان بشكل بسيط وكذا، انا ارفض هذا، لانه الديمقراطيين لابد ان يحققوا مكاسب. ليه؟ في الداخل الامريكي هم بيميلوا الى تحسين ظروف الناس،
عندهم بدل البطالة توقف نتيجة أنه ترامب أعطى 6 شهور كلام فقط. كلام جميل. فلابد يحسنوا كلام جيد دكتور الاقتصاد. لكن ماذا يمكن لجو بايدن أن يفعل في العلاقة مع السعودية؟ يعني أكثر شيء ممكن يقوم به جو بايدن هو يعني ضبط أو تكبيل يد محمد بن سلمان فيما يتعلق بالنشطاء السياسيين والاعتقالات وإلى آخره وحقوق لا الإنسان والمرأة. أكثر من هيك ممكن أن يصل الأمر، معلش عفوا، ممكن أن يصل الأمر إلى تقييد وصول محمد بن سلمان إلى الحكم، لأنه في زيله إعار قضية خشقجي ممكن تتفتح مرة أخرى. ده هو صرح في أحد تصريحاته بايدن أن هذا الملف لن يترك، وأنه من تستر على هذا الملف ويقصد ترامب بين قوسين أنه سوف يدفع الثمن غاليا، ومن ارتكب هذه الجريمة لن تمر على مستوى محمد بن سلمان. ممكن الدفع هنا بالعناصر التي استبعدت نتيجة محاولة محمد بن سلمان السيطرة على السلطة في السعودية، ممكن يعاد ترتيب الأدوار وتوزيعها بحيث يتم الدفع بالصف الثاني ويصعد بعض الأشخاص اللي هم من داخل الأسرة، وإلا أن الأسرة السعودية نفسها معرضة للتفكك من الداخل. أن أنت هتظل أمريكا في عهد بايدن كمان زي ترامب يقعد يساند في هذه الأسرة المنحلة دكتور التي جمال. ارتكبت جرائم في كل مكان، ده هذا شيء مرفوض دكتور جمال. المكاسب شيء صعب يتصوره أحد، لا يمكن أبدا أن أتصور ده. ما يعتبره دونالد ترامب وإدارته مكاسب على صعيد يعني دفع دول لاتباعا يعني بشكل الدومينو يعني للتحالف مع إسرائيل والعلاقة مع إسرائيل، وشفنا الحميمية الكبيرة بين هذه الدول وإسرائيل. جو بايدن سيقول لا شكرا لا أريد ذلك، يعني أنه سيصوم عن ذلك، أم سيقول هذا سينسب سيستمر ليقول هذه إنجازات لنا أيضا؟ لا أنا أعتقد أنه هيعاد النظر في هذا، والسعودية وأبو ظبي هيدفعوا الثمن غالي، لأن هم كانوا كمان هتكشف الأوراق يا سيدي في أن هم كانوا وراء تمويل حملة ترامب. سوف يكشف أوراق جديدة في القريب العاجل عن أن هم قاموا بتمويل حملة ترامب للاستمرار 4 سنوات لحماية كراسيهم وعروشهم، وهذه الكراسي والعروش مهتزة. فهل لبايدن أن يكتسب شعبية جديدة ويحافظ على وجود الديمقراطيين في الحكم 4 سنوات وغير ال4 سنوات اللي هيقعدها بايدن سواء هو أو غيره؟ أنا أعتقد أنه هو لابد أن يغير من هذه السياسات، ولابد أن يعاقب هذه الأنظمة، وستدفع ثمنا غاليا. وسوف نرى أن بايدن عنصر إيجابي بالنسبة للشعوب في المنطقة أكثر من هذا الترامب المتغطر السياسي. سيدان كوين، فيما يتعلق بإسرائيل، نتنياهو حصل على هدايا كثيرة من دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة، الجولان اعتبرها له، موضوع الضم، موضوع التطبيع المجاني، قدم لنتنياهو يعني كما قال هو ما لم يقدمه رئيس أمريكي لإسرائيل. بالمقابل نتنياهو لم يدعم حملة ترامب علانية، ويعني لا يتم الحديث الآن في إسرائيل أبدا عن هذه المسألة بالانتظار. التأثيرات المحتملة سيد دان كوين فيما يتعلق بالتعاطي مع إسرائيل، سيعود جو بايدن لحل الدولتين، سينهي مسائل هذا يعني هذه الحرية التي يتمتع بها أيضا مستقبل نتنياهو ما هو في حال فوز جو بايدن؟ Well, keep in mind that you know, as you said, it was the Obama-Biden administration. كما ذكرتم هي إدارة أوباما وبايدن هي التي وفرت لإسرائيل أكبر رزمة دعم أسلحة في التاريخ، وذلك قبل ولاية ترامب. بالتالي إسرائيل صراحة كانت تحصل على كل الامتيازات التي تريدها في ظل إدارة أوباما، وما حصل في غزة في عام 2014 كان كذلك في ظل إدارة أوباما وبايدن. بالتالي في حال فوز بايدن الخطاب الذي سيتبعه سيكون بالطبع مختلفا، وقد يتحدث ولو شكليا عن حل الدولتين. لكن دونالد ترامب كذلك كان قد تحدث شكليا في البداية عن حل الدولتين، ولكن بالنسبة إلى ولايتي الرئيسين ترامب وأوباما في وجود بايدن المستوطنات استمرت وتوسعت، وبالتالي
لا نتوقع تبدلا كبيرا في ظل إدارة بايدن أو ترامب. وإذا ما عدنا إلى عام 84 بعد 1900 قال بايدن إن إسرائيل لو لم تكن موجودة لكان على أمريكا أن تخترقها، وقال بايدن لا حاجة لأن تكون يهوديا لتكون صهيونيا. بالتالي بايدن لن يفعل أي شيء لكي يقود دور إسرائيل. قد يتبع بعض المواقف المسرحية ليقف وجه نتنياهو، لكن لا أتوقع أي شرخ بل مزيد من الشحنات والأسلحة والاحتلال. سيد دان كوين الناشط السياسي كنت معنا مباشرة من واشنطن. دكتور عامر سبايلة الكاتب السياسي من عمان أشكرك جزيل الشكر. دكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بورسعيد من القاهرة أيضا شكرا جزيلا. والمسائية انتهت. لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.